إذا وقفت عند عمي وشرط علي 100,000 ريال فماذا أفعل؟ أترك الزواج أم ماذا؟ سمعت الكلام يا أخي. إذا شرط على عمك 100,000 ريال إذا تيسر لك تحصيل 100 ولو بالقرض ولو بالدين فافعل. استدم أو اقترض وارفق بخيرك أو تروق واستعن بالله. وإما تيسر لك فلا تكلف نفسك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتق الله ما استطعت. وإذا مات يغفر الله عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. كان يأخذ الأموال بالقرض أو بالدين، وإن يتلفها يريد الزواج والعفاف أو يريد قرض سكن الله أو ما أشبه ذلك من المصالح فلا حرج عليه والله يوفي عنه سبحانه وتعالى.